مواجهة نصف نهائي كأس الاتحاد بين القادسية وكاظمة انطلقت مع صافرة الحكم عبدالله الجمالي. كاظمة عن طريق نجمه عمر حبيتر يرسل أول تهديد حقيقي على مرمى الخالدي، كان عامر المعتوق لها بالمرصاد. الأسمراني المبدع سلطان صلبوخ يرسل عرضية جميلة داخل منطقة الجزاء لم تجد أحد مهاجمي البرتغالي. الزنكي يهدد الكظماوية بتسديدة خارج منطقة الجزاء عدت بسلام على مرمى حسين كنكوني. الشوط الأول ينتهي بالتعادل السلبي بين الفريقين. الشوط الثاني ينطلق مع هجمة سريعة لدياب الغاتسية. محترف الأصفر يواصل تهديده لمرمى المتألق حسين كنكوني دون جدوى. عبدالله الظفيري يحاول اقتناص الهدف الأول لكن دفاع القادسية بالمكان المناسب. التهديدات الكظماوية تستمر وهذه المرة عن طريق حمد حربي بعد عرضية مثالية من سلطان صلبوخ تألق الخالدي في إبعادها إلى ركنية. المتقدم عمر دياخيتي يفتتح التسجيل لكاظمة بعد دربكة داخل منطقة الجزاء الأصفر. عمر حبيتر يقدم كرة جميلة إلى عبدالله الظفيري الذي قضى على أمال القادسية في الوصول إلى نهائي كأس الاتحاد بتسجيله الهدف الثاني. ديابي يعود من جديد ويضيع كرة جميلة تلقاها من القبندي من الجهة اليمنى. مرة أخرى ديابي يهدر فرصة العودة إلى المباراة بلقطة لا تتكرر كثيرا في الملاعب. حامد الخالدي يتصدى لفرصة فرانسيسكو بعد أن تلقى كرة طويلة من حسين كنكوني لتنتهي المباراة بفوز كظماوي صريح على القادسية. الحمد لله على كل حال، هذه مباريات فوز وخسارة. الحمد لله يمكن طلعنا بمجهود طيب وأداء طيب. أشكر الجهاز الفني والإداري والطب واللاعبين الحمد لله، وهذه فرصة لنا كإحنا لاعبين تحت 16 يعني صغار ناخذ فرصتنا حق السنة الجاية إن شاء الله. الأمانة إحنا في استمرارية بهذا الأداء وهذا العطاء، ماخذين وعد بيننا وبين اللاعبين والجهاز الفني والإداري إن نستمر نقدم أفضل ما عندنا سواء بالدوري أو بالكاس. الحمد لله اليوم وصلنا، فوزنا على القادسية وصلنا النهائي، والتركيز هذا يعني ما يا من فراغ. شايف أنت في بالشوط الأول أفضلية لنا، أيضا ما استغلينا الفرص بالشكل المطلوب، لكن الحمد لله بالشوط الثاني ترجمنا هذه الفرص إلى أهداف، وإن شاء الله نستمر على هذا المجهود سواء بالكاس أو بالدوري. كاظمة بجدارة يهزم القادسية في الثنائية ويطير إلى نهائي كأس الاتحاد. بأداء مغنى كاظمة يهزم القادسية ويصل إلى نهائي كأس الاتحاد. محمد الصلال لبرنامج الديربي.